بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بالدوال المرجعية التي تم تناولها في السنة الأولى ثانوي. نبدأ على بركة الله بالدالة مربع. الدالة مربع هي دالة تلفق بكل سابقة إكس إكس مربع، لها عبارة من الشكل إف إكس تساوي ماذا؟ تساوي إكس مربع. للفهم الجيد لهذا النموذج ننطلق أولا من منحناها ونستخرج كل ما يتعلق بها، ثم نتطرق إلى الدراسة. أولا فكرة على منحناها. شوفوا يا جماعة، نتهم الدول المرجعية ابدا ديما من المنحنى ديال جدول المساعد، ومثل منحنى الداله اف على عمل متعامد متجانس، استخرج جميع كل ما يتعلق بها، ومن بعد نطرقوا الى البراهين، الى دراسه التغيرات، الى استخراج جدول الاشاره، الى استخراج كل ما يتعلق بها باختصار شديد. هذه احسن طريقه. اذا فكره على منحناها، نقولوا هنا جماعه اف اكس تساوي اكس مربع، هذا واش معناه؟ معناه إيغريك إيغريك يساوي ماذا؟ يساوي إكس مربع. جدول المساعد للإنشاء، جدول المساعد للإنشاء، نفرض قيمة لإكس ونستخرج إيغريك. ركز معايا مليح. من أجل إكس يساوي صفر، صفر مربع ماذا يساوي؟ يساوي صفر. من أجل إكس يساوي واحد، واحد مربع يساوي واحد. من أجل إكس يساوي اثنين، اثنين مربع ماذا تساوي؟ أربعة. بمعنى أفرض إكس وأوجد إيكغيك، إيكغيك هي بعد إف دي إكس، صح؟ هذا بالنسبة للسوابق الموجبة. كون ندير سابقة سالبة، مثلا من أجل إكس يساوي ناقص واحد، ناقص واحد مربع ماذا يساوي؟ واحد. من أجل إكس يساوي ناقص اثنين، ناقص اثنين مربع ماذا تساوي؟ أربعة، صح؟ ها راح نطلعوا منحنى تاع الدالة مربع ونستخرجوا جميع المعلومات، ومن بعد نطرقوا البراهين هكا تتعلم، ومعلومات ما تبقاوش يروحوا لك. ركز معايا، ها معلوم متعامد متجانس، عندي او اي جي، هنا اف دو اكس، وهنا عندي اف عندي اكس. هاي مثلوا احداثيات الصفر، صورته صفر، صفر صورته صفر، واحد صورته واحد، اثنين صورتها أربعة، ها زيد ناقص واحد صورته واحد، ناقص اثنين صورتها أربعة، فوالا. أنا بديتك من الصفر يا جماعة على أساس جامي قريت، ودوك تفهم بإذن الله. هنايا مربط ما بين النقاط، منحنى تاع الدالة مربع، ها هاكا راه خرج لنا، فوالا. هذا هو سي اف، سي اف يعني منحنى الدالة مربع. السؤال، ما هي المعلومات ممكن استخراجها من الرسم؟ كل ما يتعلق بالدالة مربع، كل ما يتعلق بالدالة مربع. يا جماعة، اول معلومة ما هي مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف يا جماعة باختصار شديد، نتا هنايا قراها على محور الفواصل، شوف وين بلاصة عندك منحنى، نتا هنايا من ناقص ما لا نهاية، هنايا المنحنى تاعنا ماهوش محدود، يكمل يطلع، يعني كي تعود ماشي منا من ناقص ما لا نهاية إلى زايد ما لا نهاية، هنا هل يوجد تقطع في المنحنى؟ لا يوجد تقطع في المنحنى. إذا مجموعة التعريف دي إف، مجموعة التعريف دي إف ماذا تساوي؟ تساوي إر. دي اف تساوي ماذا؟ تساوي ار. كي نقول لك لماذا تقول لي لا يوجد تقطع في المنحنى، يعني الجزء هذا متصل في هذا، يعني يمكن رسم المنحنى دون رفع القلم. هذه هي، اذا مجموعة التعريف تساوي ار. زين، ما هو اتجاه التغير؟ اتجاه تغير الدالة اف، اتجاه تغير الدالة اف على المجال، على المجال ناقص ما لا نهاية حتى صفر. هاك هنا المنحنى، منحنى تاع الدالة هاك فين كيبان المنحنى؟ يبان المنحنى بلي راهو قاعد يتناقص. إذا هنا واش نقول؟ نقول على المجال، على المجال
ناقص ما لا نهاية ها الصفر ها الدالة F تاعنا ما بها متناقصة F متناقصة. ركز على المجال الآخر، على المجال صفر زائد ما لا نهاية، المجال صفر زائد ما لا نهاية F متزايدة، على لأن السابقة سابقة تزيد والصورة كذلك، هنا السابقة تزيد بصح الصورة قاعدة تنقص، الصورة قاعدة تنقص. انت شوف المنحنى برك وخلاص، هنا المنحنى بالدرجة كيعود منحنى هكا هابطك، تسمى نقولو متناقصة، كيعود طالع تكون متزايدة باختصار شديد، هذا هو اتجاه التغير. دونك تزيد ثالث معلومة، القيمة الحدية، هنايا القيمة الحدية، القيمة الحدية جماعة أو عندها يغير المنحنى الاتجاه، يعني هنا ما تقدرش تقول هذه قيمة حدية، دماغك غالطة هنا. هنا هل المنحنى تاع لاباك به قبل زي ما اسكو الداله اصلا كانت متناقصه ولا قبل هذه كانت متزايده. هنا القيمه الحديه عندها يغير المنحنى الاتجاه، تسمى هنا عند النقطه او الداله تاعنا كانت متناقصه وعند الاو غيرت الاتجاه تسمى ولات متزايده، هذه نقول عليها قيمه حديه. هنا الداله مربع لها قيمه حديه صغرى، ها وين بلاصه عندك ولا نقولوا مباشرة بها مختصر، قيمة حدية صغرى هي او صفر صفر، نقولوا عند التعبير الرياضي صحيح عند صفر قيمتها صفر، عند صفر قيمتها صفر صح. زيد هضرنا الإشارة، ما هي إشارتها؟ هنا إشارة اف دو اكس بيانيا تا هنايا كاين بزاف الجماعة اللي يخلطوا ما بين الإشارة، ما يفرقش ما بين زايد ومتزايدة وناقص ومتناقصة، ما كاين حتى علاقة ما بيناتهم. دونك نحطوا عليها حذاري، الإشارة تاع اف دي اكس بيانيا، يعني اقرا لي الإيكغيك هاو اف اكس، يعني الصورة، إذا كنت دير أي نقطة من المنحنى، أي نقطة كنت تقرا لها الإيكغيك تاعها، زي ما عرفت تلقاه موجب، تلقاه موجب. هنا ها هذه موجبة، هذه موجبة، إلا هذه وشيء تساوي صفر. إذا من ما في الجهة هذه، هذه الصورة هنا موجبة، هذه موجبة، أي نقطة منحنى صورتها موجبة ما عدا الصفر. إذا إشارة اف اكس بين ما يمكن نقوله هنا، قال اف دو اكس، اف دو اكس أكبر أو تساوي صفر، مهما كان اكس ينتمي إلى ار، يعني من أجل اكس ينتمي إلى ار، زوج نقاط اف اكس أكبر أو تساوي صفر. كيقول لك لماذا؟ تقول لي لأن منحناها فوق محور الفواصل، ها لأن منحناها سي اف فوق محور الفواصل، هاك كمعلومة، ها كيقول سي اف فوق او اكس، واش تعني لك انت هادي جبريا سي اف فوق او اكس؟ تعني لي اف دو اكس اكبر من صفر، هاي الاشاره. وكيعود سي اف تحت او اكس، خلينا نكتبوها خير، سي اف تحت او اكس، واش نقول هنا؟ نقول بلي اف دو اكس اقل من صفر، وكي نقول هنا سي اف يقطع او اكس، ما معناه؟ معناتها اف دو اكس تساوي ماذا؟ صفر. هذه هام جدا. هنايا نزيدك معلومه، احذر الخلط، احذر. كي نقول لكم يا جماعه متزايده اي مش معناتها موجبه، وكي نقول لك متناقصه اي مش معناتها سالبه، ممكن بزاف اللي يخلطوا لهنا. انت تهضر على اتجاه التغير متزايده ولا متناقصه، يهضر لك على الاشاره سو العكس، كاين اللي تسير الاشاره سيولي يهضر لك على المتزايده متناقصه، هنا الاولاد ما قاعدينش يفرقوا. هذاك نفهمك فيها ودوك تقول لي عندك الحق. شوف معايا هنا احسن مثال، شوف هنا نعطيك مثال دوك هنا تفهم كلش. ها احسن مثال، ها منحنى تعدلنا، ركز معايا مليح، نخدمو بالالوان باش الامر يجيكم ساهل. شتي الجزء هذا من المنحنى هذا هاك، وش رايك في الدالة هنا؟ هذه الجزء اللي بالاحمر، الدالة هنا مش بها اخي متناقصة، لكن إشارة لكن الجزء هذا من المنحنى اخي فوق محور الفواصل، هنا هذه متناقصة وموجبة، باسكو منحناها فوق محور الفواصل. وشوف الجزء هذا اللي متقطع هذا هاك، وش بيه هذا؟ هنا الدالة تاعنا وش بيها؟ متناقصة ومن إشارة اف دو اكس هنا وش بيها؟ سالبة. سما متناقصة حاجة وموجبة حاجة أخرى. سما قد تكون هنا كي تحب نلخص لك، قد
تكون دالتان وشبيهة متناقصة بصح من إشارتين، متناقصة بصح عندها إشارتين، أو كما هنا في جهة موجبة وفي جهة وشي هي سلبة، سلبة كان حتى علاقة تسمى عندي الحق كي تكون تناقصة حاجة وسلبة حاجة أخرى. نروح هضرنا على الجهة الأخرى، هاي عبر لي عليها، هادي إيريك الخط، واش راح تقول لي؟ تقول لي هنا ثاني قد تكون الدالة تاعنا ها ما طبيعتها متزايدة، هنايا راهي متزايدة بصح الإشارة تاعها جماعة كنت قرب إيكريت اللي سالب متزايدة وسالبة، متزايدة وسالبة، والجزء هذا اللي فوق المنحنى هذا ها واش هي؟ تقول لي أنت هنا هذه الدالة متزايدة والإشارة تاعها واش هي؟ موجبة، موجبة. ما معناه؟ معناتها نفس الملاحظة تاع البيت، يسمى الدالة هنا ثانية جماعة قد تكون متزايدة في الجهة هذه بكل خير متزايدة، هاي متزايدة بصح عندها إشارتين، هنايا في جهة كي تعود فوق محور الفواصل تسمى واش هي؟ موجبة، وكي تعود تحت محور الفواصل واش معناتها؟ معناتها سالبة، معناتها ما كانش علاقة متزايدة حاجة وموجبة حاجة، متناقصة حاجة وسالبة أي حاجة أخرى، ما تخلطوناش الأمور، ما تخلطوناش الأمور، تسمى هنا هذه هكا موجبة. وهذا هكا كامل ها واش نقول عليه سالب، والجزء هذا ثاني واش به موجب سالب. انا نقول لك الداله متناقصه من بعد باش متزايده هكا بعد نحيو خلاص الخلط راني بديتك من الصفر راه نهضرك على اسفل حاجه ونوصلك الاسرع الاشياء. راح حتى لهنا رانا فاهمين طريقه ربيع، حتى لهنا كل شيء واضح. هذه هي المعلومات ممكن استخراجها من جدول، مازال حاجه مازال معلومه. هنا واش طلعت بالنسبه للمنحنى؟ المنحنى متناظر، المنحنى متناظر بالنسبة إلى أو إيكغيك، هذي قريناها في الشفعية في البرميراني. هنايا زيد تابع المعلومات ممكن استخراجها من المنحنى. قال هنا منحناها متناظر، هاي منحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب إلى أو إيكغيك. مال الشفعية سالب المنحنى كيعود يا جماعة متناظر بالنسبة لأو إيكغيك، واش نقولو على الدالة هنا؟ هنا الدالة نقولو عليها زوجية، بمعنى إف هنا زوجية، صح. هادو هما المعلومات هادي هي المعلومات اللي ممكن تستخرجها من منحنى الدالة مربع، هكا تفهم الدالة مربع، تفهمها مليح. دونك على حتى نقراوها، ما الهدف منها؟ قبل ما نروح لك العلاقات الرياضية، ما الهدف منها؟ الهدف منها من بين الأهداف هو إنشاء ورسم منحنيات من نفس العائلة بمعنى من الشكل، ها واش من الشكل؟ تسمى حاجة تشبه لها يعني اف دو اكس ولا جي دو اكس تساوي ماذا؟ اكس زائد ا كل مربع مثلا زائد بي، هاك هادي أي من عائلة الدالة مربع، كاينة علاقة ما بيناتهم. أنا السؤال اللي هنا اللي راح نطرحو عليك، السؤال ها ما هو؟ هنايا هنا ما العلاقة ما بين سي اف وسي جي؟ ما علاقة سي اف بسي جي؟ يعني واش العلاقة كون نرسم هادي واش علاقة رسم الرسم تاع جي دو اكس برسم تاع اف دو اكس؟ نكتب لك هنا من العلاقة ونقول لك يعطيك السؤال، من العلاقة بين سي جي و سي اف. نسى السؤال كيعطيها لكم تحتكم في الفرض في سيباراس، وهذا السؤال تاعنا في الفرض الأول. يقول لك هنا بين، السؤال في الفرض يقول لك بين كيفية إنشاء سي جي انطلاقا من سي اف. هكا طرحنا السؤال، ثم نتيه ثم رسمه، هكا طرحنا السؤال. أنا سهل لك، وش هو العلاقة ما بين سي جي وسي اف؟ لو كان تشوف هذا السؤال عدى علينا في برميرانا، طحنا في الفروض في سيبالاس، لو كان تشوف على شعاع الانسحاب، فهمت إجابة مختصرة. هنا واش نقول سي جي هو صورة، طبعا كنكتب شفيس على هادي، هو صورة سي اف بانسحاب شعاعه ها ما هو شعاعه كا، وهذا نقدروا نبرهنوا عليه، انا قاعد نبدك في المفيد المختصر. شعاعه كا جماعة باختصار شديد هذا اللي داخل الاقواس عكسور،
اللي داخل الاقواس اعكسوا، لكن هنا نكتب زائد ا، هنا نكتب انسان ناقص ا، بلاحظ هذا ناقص ا، ها وهذا اللي خارج الاقواس يبقى كيما راهو، يبقى كيما راهو ناقص ا معناه معناتها بي، ناقص ا بي. دوك نفهمك في هذه، نعطيك مثال بالارقام وتفهم باذن الله تقرا بيان صح. يعني استاذ كما اي داله مرجعيه كي تسبت تفهم هذا بدا مرسم، ما تبداش من حاجه اخرى كي تفهم فيها والو، هكا ما تبقى لك حتى قطعه باسكت كاع تشوف بعينك. ها المنحنى خرجنا منه المعلومات، لا شاسك لا علاقه بالرياضيات، تفهم تفهم كلش على كار، وهذه هي اعطينا مثال برك هذه ما فهمناهاش. هنا دوك ندعمك، دوك ندعمك ودوك نترجموها بالدارجه، ركز شوف. ركز معايا مليح، هاي شو معايا؟ كي نقول لك انا اف دو اكس تساوي اكس مربع و جي دو اكس تساوي ماذا؟ مثلا اكس ناقص 2 الكل مربع ناقص 1. هاي ما العلاقة ما بين سي اف و سي جي ولا بين كيفية الانشاء؟ بين كيفية انشاء سي جي، واش تقول لي هنا؟ قال هنا باختصار شديد سي جي هو صورة سي اف بين سحاب، بين سحاب شعاعه، شعاعه كا. ما هي المركبات تاع الكا هذا؟ الكا هذا اللي داخل الاقواس اجمعها نعكسوه، اللي داخل الاقواس اعكسوه، معناتها ناقص 2 هنا انت تسبها 2، تسبها 2، وهذا اللي خارج الاقواس البرا خلاص خليه كيما راهو ناقص 1. معناتها هذه الدرجة اجمعها الفي، الفي ملي كان عندنا هنا مرسوم في الاو راح يبدل بلاصتو برك، الفي ملي كان هنايا في الاو راح يبدل بلاصتو، واش راح يصرا له؟ راح يروح اليمنى بزوج ويهبط بدرجة، يعني ملي كان هنا يولي مرسوم لهنا، هذا مكان باختصار شديد، هذا مكان، معناتها القضية ما فيها، هنا الفي هذا ملي كان في الصفر راح يروح اليمنى بزوج ويهبط بدرجة والسلام، هذا مكان، صح؟ هنايا نص نديرو الإنشاء تاعنا، باسكو الأمر هذا راح يعاونك بزاف، ها هو المعلم القديم، ركز معايا. ها معلم القديم هكا او اي جي، هنا اف دو اكس وهنا عندي اكس، منحنى الدالة المربع جماعة احنا مشافين على الجدول تاعو، هذه الدالة المربع هذا الجدول جماعة بقاو شافين عليه اكس اي، الصفر صورة تاعو صفر والواحد واحد واثنين وشو صورة صحة اربعة، دونك هنا صفر مع صفر الواحد مع واحد ها اثنين مع اربعة ها فوالا. نصمو الجهة هذه، الجهة هذه دير تناظر برك باسكو خي قلنا متناظر، هنا عندك تدريجتين هنا ثاني تدريجتين فوالا، ها منحنى تاعك، هذا منحنى ماذا؟ منحنى الدالة المربع اللي كيفاش سميناه حنا؟ سميناه سي اف، دوكا سي اف هذا راح يبدل بلاصتو، واش راح يصرالو؟ هذه 2 ناقص 1 قلنا يروح اليمنى بزوج ويهبط الدرجة، يهبط الدرجة، بمعنى هنا باه تجي الرسمة تاعك مسخونة، هذا الكا جماعة، ها الكا تاعي هاك. الكاس عنا رأس السهم هو مبدأ المعلم الجديد، ها رأس السهم هو مبدأ المعلم الجديد، معلم جديد يا جماعة باش تكون في الصورة أو عنده خدمة وحدة يرسم لك وانسى عليه، يرسم لك برك، هذا ما كان مزيش تخدم به خلاص، دوكا الجدول جدول القيم هنا، الصفر مع الصفر عاود تخدم بهم هنا، أشعة الوحدة برك يكونوا كي بعضهم، ها الصفر وشو الصورة تاعو؟ صفر، الواحد صورة تاعهم واحد، والثنين وشو الصورة تاعها؟ أربعة، فوالا. ها هكا من بعد كملت التناظر الناظرة تاع هذه تجي هنا، هنا عندي تدريجتين هنا ثاني عندي تدريجتين ها هذا هو سي جي راه فهم مليح، هذا معلم يا جماعة، هذا معلم تقطع نقول معلم جديد، هذا معلم جديد ها هي معادلة كي تحبو نهضرو بلغة الرياضيات هي المعادلة معادلة اف معادلة جي دو اكس في المعلم اوميغا اي جي، ماشيش نهضر انا هكا باه ما تقوليش صعيبة، هنايا واش راح نقول لك انا هنا هذا معلم قديم، هذا اللي بلك حل معلم قديم، هو اللي نحتاجه هو اللي خدموا به بزاف، معلم قديم، وهذا واش هو معلم جديد، معلم جديد، إذا هنا واش اللي صرا فهمنا واش صرا سي اف، ما هي العلاقة ما بين سي اف وسي جي؟ هاي سي جي هي صورة سي اف بين سحاب شعاعه 2 ناقص 1، واش معناتها بالدرجة؟ معناتها هذا المنحنى اللي بالأزرق
راهو بدل بلاصتو، معناتها راح اليمنى كان هنا في الصفر، راح اليمين نحو اليمين بتدريجتين، ومن بعدها هبط بتدريجة، ومن بعدها هبط بتدريجة، هذا المكان. سي بون سي بون. دوكا يا جماعة كون نطلع عليك ونقول لك خرج استخرج جميع المعلومات، ما هي جميع المعلومات الممكن استخراجها بالنسبة للعبارة، بالنسبة للعبارة جي دو اكس، بالنسبة للدالة جي. هاي هنا جي دو اكس يا جماعة، هاي كل ما يتعلق، كل ما يتعلق ب سي جي والله بالدالة جي. هاي نقول بالدالة جي خير، بالدالة جي. ها نخرجو المعلومات، خي قلنا جمع المعلم جديد خدمتو رسم الكونسير. مجموعة التعريف، هل يوجد تقطع في منحنى سي جي؟ لا. أنا دير في حسابك بلي دي جي ماذا تساوي؟ تساوي لي أ. ها ما هو اتجاه التغير؟ اتجاه التغير تاع الدالة جي، هذه يا جماعة خي صفر، هنا واحد، هنا اثنين، هاي اثنين. على المجال، اتجاه التغير على المجال، على المجال ناقص ما لا نهاية، اثنين. ها الدالة جي تاعنا واش بها؟ متناقصة، معليش نكتبوها متناقصة. هو على المجال الآخر اللي هو واش؟ اثنين زائد ما لا نهاية، اثنين زائد ما لا نهاية، الدالة جي تاعنا واش بها؟ متزايدة، متزايدة. داكور اوكي. ما هي القيمة الحدية هنا؟ ما هي القيمة الحدية؟ القيمة الحدية، القيمة الحدية مثلا ننزلها أ، ها أ، وشو الإحداثية تاعها برك؟ كدير أ، هاي أ، اللي هي سميناها حنا أوميغا. الأ وشو الإحداثية تاعها؟ تقرا كل شيء المعلم القادم، وقلنا الجديد أو خدمته يرسم لك وخلاص. سما اثنين ناقص واحد، اثنين ناقص واحد، هذه قيمة حدية واش هي؟ صغرى. باختصار شديد، مثلا نخرجوا ثاني مام جدول الإشارة، ها هنا باش تولي تفرق مليح. هنايا ها تخرجوا جدول إشارة، ها جي دو إكس بيانيا، ها ركز معايا، ها جدول الإشارة إكس جي دو إكس. شوف معايا، خدم الفكرة تاع فوق وتحت، راني مهلت لك أنا كبير. هنايا ها من ناقص ما لا نهاية، ها ناقص ما لا نهاية، حيت صار لواحد، شفت الجزء هذا اللي بالأحمر، الجزء هذا خي فوق محور الفاصل، تسمى موجب. ناقص ما لا نهاية حتى للواحد، ها هنايا الإشارة تاع جي دي إكس موجبة. عند الواحد خي عندي انعدام، ها قاعد تشوف بعيدك بلي انعدام، واحد زيد من واحد حتى لثلاثة، من واحد حتى لثلاثة، شفت الجزء هذا خي سالب، خي تحت محور الفواصل، من واحد حتى لثلاثة سالب، تسمى تحت محور الفواصل، سي بون. من ثلاثة حتى زايد مالا الجزء هذا خي فوق محور الفواصل، تسمى راهم الإشارة موجبة. ها وجد الإشارة تاع واش؟ تاع جي دو إكس، تاع جي دو إكس. هل الدالة جي هنا زوجية؟ لا، الدالة جي ماهيش زوجية، الدالة جي منحناها ماهوش متناظر بالنسبة لأو إيكغيك، ماهوش متناظر بالنسبة لأو إيكغيك، تسمى شفعية صحة، أي ماهيش زوجية. هذا ما كان. نقدر نخرج مام نقاط، حنا هضرنا نكملو. ما هي نقاط التقاطع مع المحاور؟ نقاط التقاطع مع المحاور، مع المحاور، هيا مع او يكريك، اقراها ملي برك، مع او يكريك، كانوا النقطة هادي، ها النقطة هادي، هاك معايا يا جماعة، تقاطع مع او يكريك، هنا هذا واحد، وهذا اثنين، وهذا شوية ثلاثة، مثلا بدي نسميوها بي، مع او يكريك كان التقاطع بي، ها وشي هي صفر، ثلاثة. مع او اكس ده كاين النقطه، كاينين زوج، كاين زوج نقاط. مع او اكس مثلا هذه نسميوها سي، وهذه واش نسميوها دي سي، وشو الاحداثيه تاعها؟ سي ما هي احداثيتها؟ ها عندي واحدة ومن بعد صفر، ودي وش الاحداثيه تاعها؟ دي احداثيتها ثلاثة، ماذا؟ صفر، ثلاثة صفر. سي بون، هذه جميع المعلومات اللي ممكن استخراجها من منحنى الدالة واش جي. هذا معناتها كي تعود تعرف ترسم، تعود تعرف ترسم سي جي انت الى قم سي اف، تقدر تدي جميع الاجوبة من واش من الرسم، باختار خلاف ما تناقضش مع راسك، ماشي الحساب يقول حاجة والبيان تلقى حاجة خلاف. سي بون، نزيدك معلومة، ركز معايا، بغا نخرج من النموذج هذا. دونك السؤال يا جماعة، دونك الدالة مربع بها بالعائلة تاعها ولا فهمينها طرد ربيع.
Donc, quel sujet qu'on a écrit rasm? Il a choisi faire rasm. Ma tour de parole est de la stratégie de sérieux de l'amel. On y va. اكس واحد اقل من اكس اثنين و اف اكس واحد اقل ايضا من اف اكس اثنين معناتها السابقه الاولى قبل السابقه الثانيه والصوره كذلك نزيد نفسلك بمعنى هذا الاتجاه تلقاه ما يتغيرش هاك هنا اقل هنا اقل قادر تلقى اكبر اكبر لكن عاد الاتجاه هذا ما يتغيرش واش نقول على الداله عارف بلي الداله شات نحي لي المرحله نقول لك بلي الداله اف تاعنا هنا شبيهه متزايده تماما متزايده تماما وكون يتغير الاتجاه اذا كان اكس واحد اقل من اكس اثنين لكن اف دو اكس واحد اكبر من اف اكس اثنين ها كيتبدل الاتجاه يا جماعه هنا هذا اتجاه هنا اقل وهذا وش هو اكبر المهم هذا رايح اليسار وهذا رايح اليمين المهم مختلفين وخلاص قادر يكون هذا اكبر هذا اقل المهم مش كيف كيف ها واش نقول على الداله هنا نقول باللي الداله تاعنا اف واش بها متناقصه تماما متناقصه تماما شوف هنا حيت ساهمنا الحفظ في الرياضيات ما كانش قال هذه ما فهمناهاش دوك نفهم ركز قال ما فهمناش هاي نعطيك زوج رسومات او منحنى تاع دلام زايد دوك تقول لي عندك الحق انا عندي اف دو اكس وهنا واش عندي اكس او منحنى تاع دلام خيم زايده منحنى طالع صح ما شوف بعينك وقول لي انا عندي اكس واحد وهذا واش هو اكس اثنين واش رايك اكس واحد خي اصغر من اكس اثنين روح قارن الصوره روح للمنحنى عيد نقطة ومن بعد عيد لي اف دو اكس واحد معناتها اكس واحد كيسعد ديال المنحنى واش راح تخرج الصورة و اكس اثنين هنا ها كيسوت على المنحنى واش راح تخرج الصورة اف اكس اثنين ماذا تلاحظ ما هي ملاحظتك هنا اكس واحد اصغر من اكس اثنين و اف اكس واحد ثاني اصغر من اف اكس اثنين نلاحظ ان اكس واحد اقل من اكس اثنين و اف اكس واحد اقل من اف اكس اثنين كذلك اذا ما معناه مادام هذه ما تبدلتش راك قاعد تشوف بعينك بلي المنحنى تسمر وطالع اسمها ما معناه معناتها اف متزايده تماما هذا ما كان راه هذه فهمناها برسمه معناتها السابقه تزيد الصوره الثانيه تزيد السابقه تزيد الصوره تزيد معناتها تلقى نفس الاتجاه وفراس ها يعطينا منحنى تدل متناقصة ها يدل متناقصة ها فوالا إذا هنا واش عندي عندي هنا إكس واحد شوف الصورة دوكا هنا وين هي إف إكس واحد هنا إكس اثنين شوف إف إكس اثنين تعكسس إف إكس اثنين واش نلاحظ هنا هنا نلاحظ ان اكس واحد اقل من اكس اثنين لكن اف اكس واحد هي اعلى هي الاكبر اف اكس واحد اكبر من اف اكس اثنين ماذا تستنتج ها معناتها السابقه بزي والصوره بزي معناتها ماهمش رايحين في اتجاه واحد ما معناه معناتها اف هنا شبيهة متناقصه تماما بلحفظه انت شفا الرسومات يعني باختصار شديد كي تلقاهم رايحين في نفس الاتجاه السابقه والصوره هي مزايده كي تلقاهم مختلفين راهي متناقصه هذا ما كان هذه القاعده وقت نخدموا بها كيقول لك ادرس كيقول لك ادرس اتجاه تغير داله معينه لكن لازم تخدم لي بهذه لازم تخدم لنا بهذه الدراسه تكون باب قاعده اكس واحد واكس اثنين اعطينا مثال قاعده انا فاهمينها نديو مثال بسيط نديو مثال هذا من بعد نزيدو نخدمو هذا ركز ما جلس جمعة من يدهم لكم هاي السؤال مطرح يقول لكم ادرس اتجاه تغير
داله اف حيث اف دو اكس تساوي ماذا؟ اكس مربع على المجالين على ومن دولكم المجالات المجالين كما هنا نقص ما لا نهايه صفر ثم صفر زائد ما لا نهايه نبدا بالمجال كتابه على المجال على المجال ناقص ما لا نهاية صفر على المجال ناقص ما لا نهاية صفر نصفر السابقتين كيعود عندك سابقتين هكا اكس واحد فاصلة اكس اثنين هادو شبيهم تنتميان الى المجال ناقص ما لا نهاية صفر هاي اكس واحد و اكس اثنين تنتميان المجال ناقص ما لا نهاية صفر واش معناتها؟ معناتها اهم سطرة جامعة هو هذا اكس واحد ومن بعد اكس اثنين ومن بعد الرقم سمعني شنو راح نهضر لك هنايا احسن طريقه كيعود في المجال تاعك عندك ناقص ناقص ما لا نهايه جامعه ايمن تسمى الاتجاه راح يكون يسار هك يسار يسار ها بعد قول لي نزيد تساوي جاي الرقم ولا ما تزيدهاش هنا ها اسكو انت راك فاتح على الصفر ولا غالق غالق على الصفر هذا المجال باش نقول له مغلق مادام هنا عندك المجال مغلق زيدني تساوي تسمى هذه العريضه يتبع هذه كون يجي المجال مفتوح كون جات العريضه هكا خارج في نحو المتجه نحو الخارج ما تحطليش تساوي تسمى مغلق زيدني تساوي خلاص انا هذا واش يهمني دوك الحد الثالثة جامعة هذا الحد الثالث هذا يقول لك حذاري حذاري اكس واحد و اكس اثنين سالبان تسمى هذا يحذرك برك هذا يقول لك يحذرك واش يقول لك يقول لك هنا اكس واحد احذر ها احذر مش محتمل تكسبها اكس واحد و اكس اثنين واش بهم ام سالبان ام سالبين يسمى هنا كيتربع راح يقول لك ربع وغير اتجاه وغير الاتجاه كون ما تغيرش تجي غلطة دونك نعطيك مثال على حتى تغير اكس واحد ها مربع اكس واحد مربع اكبر من اكس اثنين مربع ها واش هي اكس واحد مربع هنا تسد لا ساعة تمد لها اكس يتربع وخذ استخدمتها معناتها واش نقول هنا نقول اف اكس واحد اكبر من اف اكس اثنين خلصنا الخدمة هيا اثر لي البدايه والنهايه قول لي كيفاه بديت وكيفاه خلصت حنا البدايه تاعنا جماعه شوف كيفاه بديت راني بديتها باقل بديناها باقل وكيفاه خلصنا خلصنا به اكبر ها تغيرت ولا ما تغيرتش تغيرت ها تسمى انت هنا باه ديسيدي على اتجاه التغير باه تقرع اتجاه التغير باه تعطيني اجابه اسكو الاتجاه هنا تبدل ولا ما تبدلش تبدل ها ما طبيعه الداله متناقصه وانت تنتظر فيها متناقصه نعم هي تنتظر فيها متناقصه باسكو انا المنحنى تاع الداله مربع يعني على بالي به ديجا على ديسك مالا بالمنحنى باش تولي انت كي تلقى النتيجه اسكو مقتنع بها ولا ها يعني الاجابه اللي على بالي بلي راح تكون واش هي متناقصه يعني اذا كان ما غيرتش راه كاع نقول لك غلط على راك بصح لازم تفيق بلي غلط هنا ما تنسيت ما بدلتش هنا تقول اقل 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 راح تجي الداله مزيده بصح تقول المنحنى تسحب يجي فيه تبدا متناقصه بعد مزيده تسمى تفيق بلي غلط ولي يصلح ولي يصلح خلاص اذا هنا ها واش نكسب قال اف متناقصه تماما على المجال الاول اذا اف متناقصه تماما على المجال الاول اللي هو ماذا ناقص ما لا نهايه صفر ركز معايا حتى نكمل ها على المجال الثاني يا جماعة أكدوا لي سيتو على هذا ها هذا هو كلشي على المجال الثاني على المجال الثاني اللي هو ها صفر زائد ما لا نهاية ها ركز هنا قلنا تبدا من نفس المنطلق بعد واش تقول تقول بلي اكس واحد ها مش سالب اكس اثنين ينتميان الى المجال صفر زائد ما لا نهايه انا نصيحتي يا جماعه اكس واحد واكس اثنين والصفر هادو ما يتقاسوش يبقاو هك اكس واحد احسن طريقه واكس اثنين والرقم صفر ما يتقاسوش يبقاو هكا نسولي شوف الاتجاه برك اسكو يروح اليسار ولا اليمين هنا فكرنا قبيل فاش رقت انا هذه هنا الاتجاه يسار من هنا كاع نشوف فيه ناقص ما لا ناقص ما لا يمين من الاتجاه تاعها بصح هنا في المجال تاعك انت زايد ما لا زايد ما لا يمين اذا الاتجاه هنا راح يكون نحو اليمين هكا الخدمه تجيك ساهله خلاص ومحال محال تخلط والله انا هنا عندي اكبر وهنا عندي اكبر مادام المجال مغلق تسماك تزيدني تساوي زيدني تساوي شي الرقم المجال هنا مغلق معناتها تزيدني المساواة صاي
اذا هنا كيما تساهمنا هذا راح يدي المعلومه وش يقول لي؟ يقول لي احدى حذاري هذه تاع احدى الماكله تكتبوها. انا قاعد نفهم فيك حذاري هنا اكس واحد واكس اثنين واش بهم راهم موجبان. موجبان تسمى ربع وحافظ على الاتجاه، ربع وحافظ على الاتجاه، يعني الطرف الثالثه جمع هذا تسمى يحذرك برك ما تجيش تكسبه، ما تجيش تكسبه. هذه خدمته هو، يقول لك حذاري يا سالبين يا موجبين، هو ما تجيش تكسبه. تسمى كمل خدمتك اكس واحد اكس اثنين والسلام. انت كي يعودوا موجبين كي تربع تبدل الله ما تبدلش، ما تبدلش. هنا كاين مربع معناتها اكس واحد مربع اكبر من اكس اثنين مربع، ما معناه معناتها اكس واحد اكبر من اف اكس اثنين. هيا اطرنا البدايه والنهايه، كيف بديناها؟ بديناها باكبر. ها كيف خلصنا؟ خلصنا باكبر بعد. ها خلصناها باكبر. اسكو الاتجاه هنا تبدل ولا ما تبدلش؟ ما تغيرش. اذا ما طبيعه الداله هنا قال اف متزايده تماما على المجال الثاني، المجال الثاني اللي هو صفر زائد ما لا نهايه والاجابه منتظره. سما بديناها متناقصه، هنا لقيناها متناقصه وخلصناها متزايده. هاكا تشوف متناقصه متزايده، على هذه اللي حد لا افهمها بالرسم صح الساع. ومن بعد ولي نوليو نهضروا الساع على العلاقات هذو الجبريه، دراسه جبريه كيف راح تكون. هنا كتوضيح فقط نسيسمو هضره الكمش لهنا، على حساب درنا هذه قريناها بريمير اني. ها بريمير اني ها ركز. هنا مثلا نقول لك انا مثلا ناقص ناقص خمسة خي اصغر من ناقص اثنين، كي تربع كي تربع هذه اش تولي؟ تولي 25، وهذه اش تولي؟ تولي 4. راح تخلي هذه اقل، راك تقول لي نبدلوها. على هذه قلت لك انا كي تربع السالبين انك تبدل لي. وهنا عطينا مثال ثاني، هذه ثاني بريمير اني. ها عطينا مثال على في الموجب ما نبدلش، دير مثال من تحفظ حتى قاعدة. 2 خي قل من 5 كي تربع هذه واش تولي؟ تولي 4، وهذه واش تولي؟ 25. هاك معايا اخي، تبقى اقل راح تبدلها، تبقى اقل. تسمى كيعودوا موجبين ما تبدلليش، وكيعودوا سالبين تربع اكس تبدلي. انتهى هذا ما كان. سي بون. نورمالمون هنا راك فاهم الطريقة راه فيها زاني، وماك حافظ حتى حاجة. الوغ دوكا الخاتمة. الخاتمة دوك نديو الدالة جي تاع كبير، ها راه ندرسوها حسابيا دوك ما تلقاش تناقض، ما تلقاش تناقض. ها شوف الدالة جي دو إكس، ها جي دو إكس واش تساوي؟ إكس ناقص اثنين الكل مربع ناقص واحد. هايا اتجاه التغير، المجالات الجماعة ما يمدوهم لكم، ولا كان ما يمدوهم لكمش أو تقدر تلقاها من صغر عكس هذا الرقم برك. اسمع المجال الاول واش هو؟ ناقص ما لا نهايه. وين نحبس؟ عند المعاكس تاع هذا اللي هو 2. اها صح. شوف شوف على هذه وخدم، ها شوف على هذه وخدم. راح تقول لي نفرض اكس واحد خي لقيناها متناقصه من بعد متزايده هي ثاني. اكس واحد واكس اثنين ينساميان الى المجال ناقص ما لا نهايه ماذا؟ 2. ها الوصيه ثانيه تلقاها تصلح ديما اكس واحد واكس اثنين واش هو؟ الرقم. ها هكا خدمت بعد بعيد. هنايا مادام عندي ناقص ما لا نهايه الاتجاه راح يكون يسار، ومادام عندي مجال مغلق، مادام عندي مجال مغلق هاو بالزرق هنا تسمى تزيدني المساواه، تزيدني المساواه برك. انا هذه اكثر حاجه تهمني دوكا. جماعة الاولويات، الاولويات ها بالنسبه للاولويات دوكا انت بديت لها اكس هي راح توظفوا راح تخدموا. ديما الخدمه جماعه تبدا اكس واش معاه؟ اكس واش معاه؟ تسمى اول حاجه اكس ناقص لي اثنين، نضيف ناقص اثنين، وثاني حاجه تربع ها ربع، وثالث واخر حاجه ضيف ناقص واحد. كون ما تحصرش الاولويات هادو او كلشي راح يجيك غلط، كلش راح يجيك غلط. انا قلت لكم اكس واش معاه؟ الحاجه اللي حداها هذيك الحاجه الاولى اللي تخدم. هنا ضيف ناقص اثنين ربع ناقص واحد، كون ما ديرش هكا تو اكس غلط، مش راح تخرج صحيحه. هيا بإضافة ناقص 2 يعني طرحت 2، واش راه تلقى؟ كي طرحت 2 ما تبدل والو، ما ضربتش يعني. إذا هنا إكس واحد ناقص 2 أقل من إكس 2 ناقص 2 أقل يساوي ماذا؟ صفر. واش تفاهمنا جماعة؟ هاو قاعد نعاود في نفس الهضرة، هذا خي راح يولهك برك، يقول لك القوسان واش بهم؟ سالبان. هذه واش محتماش تكتبها أنت؟ القوسان سالبان، سما ربع غير، ربع وغير الإتجاه، خلاص. هاي نفس الهضرة، إكس واحد ناقص اثنين مربع أكبر من إكس اثنين ناقص اثنين مربع. هنا الخاتمة واش هي؟ ضيف ناقص واحد، كيزيدني ناقص واحد، تسمى زيدو الطرفين، هنا ناقص واحد، نقصها لهذا ولهذا.
وشخص القى x1 ناقص 2 مربع ناقص 1 اكبر من x2 ناقص 2 مربع ناقص 1. انت تسمدلنا خلص الخدمه صح؟ كي تخلص الخدمه هضر معايا بالاف بالجي. اذا جي x1 ها اكبر من جي x2. هاي اطرنا بدايه بديناها باقل وبا خلصناها. ركز با خلصناها باكبر. مركز لي على هذا الاتجاه هنا يسار وهنا يمين. مرتجع صار سيدلهم تنقصة خي صح قبيل لقيناهم تنقصة هكا تستعلم مليح واش قاعد تقرا تفهم مليح واش قاعد تقرا. فوالا اذا جي متناقصة تماما على المجال الاول. المجال الاول واش هو؟ ناقص ما لا نهاية 2. فوالا ناقص ما لا نهاية 2. اوكي على المجال الثاني هيا اليك الخط كوبي على هذا برك وكسب خلاص. على المجال الثاني اللي هو واش 2 زائد ما لا نهايه. واش وصلتكم؟ قلت لكم هذا السطر هذا ما يتقاش نستخدم على الاتجاه برك يسار يمين تجيك خدمه سهله. هاي الاجابه اكس 1 اكس 2 يساويان الى المجال 2 زائد ما لا نهايه. قلت لنا كسبوا اكس 1 واكس 2 والرقم نروح هذا ما واش قلت اتجاه مادام عندي هنا زايد ما لا نهايه اسمها يمين يمين. ومادامك غالق لي على الرقم هنا راك زيدني تساوي تسمى هذه تبع هذه خلاص او ما خليتش مجال خلاص بس ما مسحبش ما تقدرش. هيا ضيف ناقص 2 كي ضيف ناقص 2 اكس 1 ناقص 2 اكبر من اكس 2 ناقص 2 اكبر يساوي ماذا؟ صفر. هذا راح يولي لهني واش يقول لي القوسان واش بهم؟ موجبان. القوسان باش تتماسك بها موجبان. قوسان موجبان ما معناه؟ معناه صح اكس 1 ناقص 2 مربع اكبر من اكس 2 ناقص 2 مربع. ضيف ناقص 1 كي ضيف ناقص 1 واش راح تلقى؟ اكس 1 ناقص 2 مربع ناقص 1 اكبر من اكس 2 ناقص 2 مربع ناقص 1. خلصت الخدمه اهضر معايا بالاف بجي عفوا جي اكس 1 اكبر من جي اكس 2. شوف هنا اضطر لي البدايه والنهايه وهضر معايا على اتجاه صغير كيفاه بدي صعب اكبر بخلصها باكبر. ها الاتجاه صغير ما تغيرش. ها ما معناه؟ معناتها جي متزايدة تماما على المجال الثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو 2 زائد ما لا نهاية. وصح خي كبير لكن تذكروا ها منحنيتها كبير خي لقينا هكا ها لقينا هكا. ركز معايا منحنى الدالة مربع خي كان هك خي قلنا الفي هذا كان شوي خي بدل بلاصه راح اليمنى بزوج وهبط بدرجة ولا نرسمها هكا ها ولاتنا هك. ها ما هو اتجاه التغيير؟ خي من ناقص ما لا نهاية حتى لتنين خي الدالة واش بها متناقصة ومن تنين حتى زايد ما الدالة واش بها متزايدة. كي هذا واش لقيت انت حسابين معناتها عملك صحيح معناتها شو المعلومة اللي حبيت نوصلها لك في الدار في النماذج هذه تاع الدار المرجعية اتعلم كيف ترسم منحنى هكا في ثواني بالنظر الفكرة هذه راح تعاونك بزاف. دوك انا كي نعلمك ترسم هذه بالنظر شوف برك تلقاها سماني مديت كل الاجوبة تقدر تستخرج من المنحنى جميع الاسئلة راح نحطها في الفروض هكا تولي فور خلاص دافور. دونك ثبتوا المعلومات نلتقي الحصة القادمة في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله.